السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناه ام اركان. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على شبكات التفييق. الناس اللي غتسولني شنو الفرق ما بين شبكه التفييق وشبكه التفريغ، المهم كثرت الشبكات. الطريقه باش كنخدم، عاده كناخذ شبكه التفريغ هي الاولى، كندير التقويم التشخيصي، كناخذ داك التقويم التشخيصي كنصحو وكندير شبكه التفريغ. شبكه التفريغ هي اللي شرحت الطريقه باش خدمتها في الفيديو، واحد الفيديو قبل. على مثال مثلا حطيت عمليه الجمع وعمليه طرح وعمليه الضرب، هذا هو بعض الاسئله. كنشوف مدى التمكن، يعني فاش كنجي نعمر مثلا التلميذ الفلاني كنشوف يقدر يكون جايب في المعدل العام 6، ولكن هاد 6 ما كافياش، ولا ما ولا 7 ما كافياش، كنشوف فين هما الثغرات ولا التعثرات اللي عنده. كندير غير المتمكن، المتمكن في دوك الكفايات، هذوك فين كيساعدني باش نحدد انشطه الدعم. مثلا عندي 32 تلميذ، غادي نلقى 14 الواحد فيهم غير متمكنه مثلا من تقنيه الطرح، يعني اذا هذا الدرس خصني نحاول نشوف كي غادي ندير هذا نسبق به مثلا، يعني اي حاجه خصها تخيط حتى نشوف الامور اللي ضابطين والامور اللي ما ضابطينش. هذا هو الهدف من شبكه التفريغ. وفي نفس الوقت كيساعدوني في صياغه التقرير، كنقول بان عدد التلاميذ مثلا عندي 20% ما متمكنينش من تقنيه الضرب، 30% ما متمكنينش من قراءه الساعه، هذا هو الهدف ديالهم. اليوم غادي نهضروا على شبكات التفييق او لا الترتيب، ولا كل واحد كيسميها. هاد الشبكه كنصنفوا فيها ثلاثه الفئات، فئات متحكمه او لا متمكنه، وفئات متحكمه نسبيا ولا متمكنه نسبيا ولا في طور التحكم، وفئة غير متمكنة غير متحكمة او لا فيبل. بهذه الطريقة يعني مناش كيفاش كندير نعمر هادي. باغ اكزومبل في الفرنسي عندي هاد العام في الرابع درس ايفالياسيون دياغنوستيك، يعني كتابية فيها دي زيكزيرسيس كتابية اللي حاولت نستهدف فيها واش التلميذ كيعرف لا جونغ اي لو نومبر ديال لي مو، واش قادر ان كلمات يعني دي لاتر سون دي زوردر ويرجعهم اون اوردر بوغ فورمي واحد الكلمه، نفس القضيه كلمات مخربقين واش يدير فراز. هذا الكتابي وحطيت عليه واحد لا نوت، وخديت عاوتاني واحد لو تيست في الليكتور، يعني خديت دي سيمبل فراز واش التلميذ قادر يقراهم، وحطيت واحد لا نوت. وعاوتاني فليكس بريسيون اورال او لا لاكتيفيتي اورال، التلاميذ في الرابع خصهم يكونوا كيعرفوا بريزونتي سو بريزونتي لا فولونتي، خديت ثلاثه. حاولت نشوف التلاميذ حطيت نوت، يعني عندي ثلاثه النقاط حاولت نجمعهم نقسم على ثلاثه، عطاتني واحد لا نوت جينيرال. هذيك لا نوت جينيرال على حسابها فيات في اللغه الفرنسيه، يعني اللي جايب من 5 الفوق من يعني 6 7، يعني من 6 الفوق متمكن، 5 4 متمكن نسبيا والاخرين غير متمكن. كنقترح عليكم هاد لا فورميل بهذه الطريقه هذه وبهذا الشكل. هذه هي اللي غادي نعتمد في الفرنسيه، هذه وجدتها حتى انا غادي نعمرها. وغادي نقترح عليكم كذلك بالنسبه للنشاط العلمي، هذه النشاط العلمي متحكم متحكم نسبيا. النشاط العلمي درت ايفالياسيون دياغنوستيك، يعني رئيس تقويم تشخيصي كتابي. ونفس العمليه بالنسبه للرياضيات، داك الرئيس الكتابي اللي شفتو صححتو وغادي نفيئو بنفس الطريقه. بالنسبه للناس اللي بغات هاد لي وورد تخلي جمايل ديالها تحت من لي فيديو. بالنسبه للاستاذه اللي طلبات مني استعمال الزمن التحضيري والثاني مشترك، ان شاء الله غدا غادي نحطو ليك. وبالنسبه للتقارير فاش نسالي التقرير ديالي نتقاسمو معكم، مازال ما ساليتوش. او لا الا كانت احدى الاستاذات الصديقات وجدت ديالها وما كانش داك التقرير ديالها وما كانش عندها مشكل انها تقسموا معنا، فانا غادي نقدمه لكم. شكرا بالنسبه للناس اللي تقت في القناه، وشكرا لمن تتبع الفيديو حتى الاخر. بالنسبه للناس اللي غتشوف الفيديو لاول مره ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس للتوصل بكل شيء جديد. وبالنسبه للمشتركين ديالي ما تبخلوش عليا بلي لايك.